بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ في موضوع جديد خاص بالدورات الاقتصادية وعلاقتها بالنظام الرأسمالي. عايزين دورات اقتصادية. أولا، مفهوم الدورات الاقتصادية. يمكن تعريف الدورات الاقتصادية بأنها عبارة عن تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادي، مثل مستويات الإنتاج والعمالة والتضخم والبطالة. هذه الدورات بيتكرر حدوثها وقد يكون منتظم في بعض الأحيان. ويمكن عرض مراحل الدورات الاقتصادية. ممكن الاقتصاد الرأسمالي الاقتصادية يمكن عرضها من خلال الشكل التالي: يمثل على المحور الأفقي عنصر الزمن، وعلى المحور الرأسي مستوى الناتج. ويلاحظ إن في الدورات الاقتصادية أول مرحلة من المراحل هي مرحلة الركود، وفيها ينخفض حجم الناتج، وبعدها حتى يصل إلى القاع وتسمى مرحلة الانكماش، وبعد ذلك يبدأ الناتج في الارتفاع، وهذه هي مرحلة الانتعاش الاقتصادي، إلى أن يصل إلى أعلى قمة الانتعاش ونصل إلى قمة الرواق، وبعدها يتكرر حدوث هذه الدورة. ثانيا، عايزين نعرف العلاقة بين التضخم والبطالة. توجد علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل ارتفاع في الأجور كممثل لمعدل التضخم، وقد فسر فيليبس ذلك بأنه في فترات الرواج يكون الطلب على العمالة متزايد ومعدل البطالة منخفض، ومن ثم يتوفر للعمال الفرصة لطلب زيادة الأجور. ويمكن توضيح العلاقة بين التضخم والبطالة. علاقة عكسية هو موضحه الشكل التالي: نجد أن يوجد في الشكل التالي معدل التضخم على المحور الرأسي ومعدل البطالة على المحور الأفقي. ويلاحظ وجود علاقة عكسية بين معدل البطالة والتضخم، فإذا كان معدل البطالة 8% منخفض، فهذا يعني ارتفاع معدل التضخم 15%، وعند زيادة البطالة 12 فهذا يعني انخفاض في التضخم. يتضح من الشكل التالي أن في بداية السبعينيات في الدول الصناعية انتشرت ظاهرة الركود التضخمي، والتي استمرت حتى نهايتها. وتعني هذه الحالة تزايد كل من معدلات البطالة ومعدلات التضخم معا. وألقت هذه العلاقة بزرار الشك على الفكر الكنزي وعلى منحنى فيلبس، فلم تعد العلاقة عكسية بين التضخم والبطالة، وإنما أصبحت طردية. وأرجع الاقتصاديين هذه الظاهرة لارتفاع أسعار البترول في الفترة التي كانت فيها هذا الارتفاع، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى لتغيير العرض الكلي. ويشير تفسير آخر إن العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة كما يمثلها منحنى فيليبس هي علاقة قصيرة الأجل وغير، وفي الأجل الطويل يأخذ شكل منحنى فيليبس الشكل الرأسي، هو خط موازي لمعدل التضخم وعمودي على معدل البطالة، وما يوضحه الشكل التالي. ويتطلب علاج طبعا ظاهرة الركود التضخمي اتباع سياسات من شأنها خفض البطالة.